مقابلة مهمة بس مش باش تكون سهلة، إن شاء الله نكونوا حاضرين كما يلزم ونروحوا بريزيتا باهية تخلينا في الرتور معناها نلعبوا فيها رياحية إن شاء الله. أول نسخة على مستوى ليغ دي شامبيون الإفريقية وخاصة بعد رحلة 2007 باش تكون رحلة 2016 اللي هدف مرسوم اللي نحن هو التتويج في نهاية المطاف. مباراة أولى في المغرب أمام منافس صحيح متذيل ترتيب البطولة المغربية، صحيح فقد الممر نتاعو الأسبوع الفارط أو في وسط الأسبوع هذايا، لكن ما تنساش اللي المباريات الإفريقية أو ليغ دي شامبيون عندها وجه آخر تقدم به، خاصة لما الفريق يكون مجروح تكون هناك ردة فعل وهذا لازم نقراو لحسابه. لكن اللي يهمنا أكثر هو فريقنا، مدى جاهزيتنا، طريقة تعاملنا، وخاصة أنه نمشي وحتى تكون مباراة العودة أكثر ما نقول سهولة، لأنه يعني فماش مباراة سهلة بل ناخذ سبق لبس به منذ مباراة الذهاب في أكادير في رحلة إن شاء الله تسير كما يجب، خاصة لما نكون حضرناها كما يجب. مباراة ما يجبش تكون سهلة، تعرف أول مباراة في الشامبيونز ليغ، إن شاء الله معناتها ديما نعاودوا جماهير نجم معناتها باش نمشيو نعملوا مباراة طيبة. نخمو اللي كونوا باش نمشيو المغرب لازم نروحوا بنتيجة إيجابية، واللي باش تشرفنا باش نرجعوا مباراة العودة تكون عند معناتها أريحية كبيرة للاعبين. والله يعني مقابله يعني باش تكون مهمه برشا، لان احنا تعرف الكوب دافريك يعني كاس رابطه الابطال عندنا برشا ما شاركناش فيها، وبار هذا يعني تقريبا هي هدف من اهداف الفريق نتاعنا. ان شاء الله يعني باش نمشيو المغرب قلت رب يعني باش نبداو كالعاده بالريزلت باهي، ان شاء الله باش نمشيو نلعبوا على الانتصار وراحوا بنتيجه ايجابيه باش تخولنا نترشحوا دور قادم ان شاء الله. عندنا متغيبين توا، الناس كلها شافت اللي إيهاب المساكني تعرض للإصابة على مستوى الكاحل، مازال توا ياخذ على العلاج. حمدي النكاز مازال ما تعافاش من الإصابة العضلية نتاعو. رامي البدوي حاضر منطقيا ما فماش حتى أي هذاك ترجع الحكاية للإطار الفني معناتها والاختيارات نتاعو، أما طبيا حاضر ما فماش حتى إشكال. مثلوثي بلبولي خذاها العملية على مستوى الفك نتاعه وعلى سن فيه التهاب، توا الوضعية الحالية نتاعه ما تسمحلوش أنه باش يكون مع المجموعة، دونك خيرنا أنه يبقى يعالج أحسن أنه باش يكون حاضر إن شاء الله في المباراة الجاية. البقية حمزة الأحمر لاباس عليه ما عنده حتى شيء، كونتيزيون بسيطة في المباراة الأخرانية لكن رجع أمس يترمر بصفة عادية ولاباس الحمد لله. Orange.